ديزيام طون ضد مزرية المقابله كانت جات ان بينالتي نورمالمون المونوبول ديال الكره كان عندنا لي زوكازونا كري دي زوكاز ولكن كيف ما قلنا لو كونتكست ديال الماتش لانه ديفيسيل بالنسبه لينا حنا اون ايكيب لي تونو تيتر اون ايكيب لي شامبيون دافريك اللي فات خسرات مع الرجاء يجو لو تيتر سي نورمال لا رياكسيون غتكون حاولنا نمصوا هذيك النجاعه ديال فريق الوداد البيضاوي ولكن من كتوفر على لاعبين اللي من نص اوكازيون كيقدروا يسجلوا الاهداف فهذه هي الكره كنهني اللاعبين ديال المقابله اللي فازوا بها كنظن بانه حتى لا بروغراماسيون ني با بينيفيك بالنسبه لنا لان باش دير كوبور ديال ان مو ترجع تلعب هذاك لو مو كان خاصك دير فيه دي ماتش اميكو خاص توفر فيه على ملعب باش تقدر دير دي ماتش اميكو لانه الا عندك ملعب تي بو ريسيفوار وتقدر تعيط على فراقي وتلعب معاهم الا ما عندكش ملعب هذوك الفراقي واش باغيين يلعبوا معاك ولا ما باغيينش يلعبوا معاك سي سا هذا هو المشكل اللي كان عندنا فكنظن بانه حنا باقيين عندنا 4 ماتش يل سوفي نديروا ان اون فيكتوار اون اسيري المانتيان ديالنا لان جو بونس المانتيان غيكون على 34 ولا 35 نحاولوا نجيروا لي ماتش ديالنا ونتمنى ان شاء الله نبقاو بريمير ديفيزيون ولي الحديث باقيه ما لعبت قدام هذا الجمهور قدام باغي يلعب راه لو جوور نورمالمون يسو موتيف مي كيلعب قدام جمهور كبير لانه قدام جمهور كبير فين كتقدر تعطي اليوم كنظن بانه اللاعبين قدموا مقابله كانت اخطاء على مستوى الدفاع لانه ما كانت ماشي على مستوى كانت اخطاء فرديه فكنظن بما كتكونش اخطاء ما كيكونوش لي بيوت انا ما جو مكاس با ديغيغ دي فوس ديكسكوز لا راه درنا اخطاء كتسجل ولا بالاخطاء ديال ليكيب ادفيرس كتسجل انت اليوم كيف قلتي غامت علينا النزاعه واخا قلت الوقت اللي كاينه قله ديال ما كاين الوقت قليل ولكن اون فا ترافاي اون ايسي دو ترافاي لانه حتى لما خدمتيش التيران اون فا ايسي دو ترافاي اوترومون فيزيوناج ولا اناليز ولا هذا وكنتمنى ان شاء الله باذن الله نديرو 3 بوان اللي تخلينا في بريمير ديفيزيون ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور